التهنئة بعيد الكريسماس. التهنئة كما ذكر علماؤنا بن باز وابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا أمر محرم لا يجوز تهنئتهم، لأن العقيدة النصرانية تقوم على اعتقاد أن الله ثالث ثلاثة. والتهنئة بماذا؟ بمولد من؟ تهنئة بمولد من يهنئون؟ بمولد عيسى الذي هو عندهم. عندهم إيه؟ تعالى الله عن ذلك، وابن الله. إنه ابن الله. وهذا لا شك أنه باطل، بل هم أنفسهم كبار قساوستهم ردوا عليهم ذلك، وأنه ظاهر لهم رأي في التواريخ المحددة ونحو ذلك. لكنه لا يهنئ الذي يقول قل هو الله أحد، لا يهنئ من يقول إن الله ثالث ثلاثة بأن الله ثالث ثلاثة. فالأمر عظيم، هذا ما أفتى به ابن باز وابن تيمية رحمه الله تعالى وعلماؤنا كلهم على ذلك. نعم.